هلا اجاني خبر انه حنان يلي كانت مفروض تكون ضيفتي اليوم يلي هربت من بيت جوزها من جمعه لانه عم تتعنف. يسار شو عم تعملي؟ كانت جاي على الاستوديو تفضح كل شيء. يسار ما قدرت لانه قتلها جوزها. يسار عم تتهميه قبل التحقيق؟ جنيتي؟ خلي هالمعلومه بمثابه اخبار، خلينا نحول قضية حنان لقضية رأي عام، بركي منقدر نوقف هالمجرم مش يضل حر طليق مثل ما كتار رجال غيره قتلوا نسوان ولبعضهم عم يسرحوا ويمرحوا ما حدا قادر يعمل معهم شي. ليه؟ لأنه نحن بدولة الزعران، بدولة المجرمين، بدولة الفلتين، وهون إذا بيضلوا الفلتانين يعني كل يوم في ضحية محتملة عايشة بيناتنا. وحياتك يا حنان ما رح اسكت، وحياتك رح اخذ لك حقك وحق دمك، رح تابع قضيتك لاخر نفس. شو عملتي؟ ما فيك تتركي الهوا هيك. هي قالت لي الشغله الوحيده اللي بتخليني ما اجي على برنامجك اذا متت، هي قالت لي هيك، قالت لي بس انا ما اخذت وعطيت، ما انتبهت. الحق علي جلال، لو ما مني كانت حنان بعدها عايشه. بعد عايشة الحق عليّ.